السلام عليكم وإشراقة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني. أهلا بيكم أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول تخصص ميكانيكا في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة. وموضوع حلقتنا اليوم أو موضوع الحلقات اللي احنا بنقدمها في الفترة دي من خلال شاشة التلفزيون بنقول فيها إيه؟ بنعرف فيها المواد اللي انتوا ان شاء الله هتدرسوها لو دخلت الصف الاول، مش الصف الاول بس، كمان الصف الثاني والصف الثالث. طيب الحلقات دي بتفيدنا في ايه؟ ان احنا اولا انا كطالب داخل الصف الاول التعليم الصناعي انا ببدا اتعرف على المواد اللي موجوده. لما بتعرف على المواد دي سنه اولى بشوف انا امكانياتي وقدراتي هي متلائمه مع دراستي للمواد دي، انا حابب دراسه المواد دي ولا لا. لو انا لقيت نفسي فيها وفي امكانيه ان انا ممكن انقل من تخصص لتخصص ممكن اعمل كده. طيب ولي الامر بيستفيد ايه لما بيسمع الحلقات دي؟ هو كمان بيقدر يوجه ابنه او بنته التوجيه السليم، بيقدر يعرف من خلال الحلقات بتاعتنا سوق العمل طالب ايه، يا ترى الشغل اللي بره في المصانع في الشركات سوق العمل عموما طالب ايه، وبيبدا يساعد ابنه او بنته ويوجهه للطريق السليم. حلقتنا النهارده بعنوان اجهزه القياس، ماده اجهزه القياس. الماده دي بيدرسها طلبه وطالبات الصف الاول تخصص ميكانيكا وكمان المركبات والصناعات البحريه، الثلاث تخصصات دول بيدرسوا ماده اجهزه القياس. من اسم الماده كده يا سنه اولى اجهزه قياس، يعني ايه؟ يعني اجهزه بستخدمها علشان اقدر اقيس بيها. طيب اقيس بيها ايه؟ حسب العمليه اللي انا هقيس بيها. من البدايه خالص كده نتكلم عن ادوات القياس. اول اداه من زمان ومن السنين ومن العصور الوسطى كانوا بيستخدموا حاجه اسمها القدم او الذراع الملكي، لان طبعا ما كانش فيه اجهزه قياس حديثه. بدا الموضوع يتطور والفكره تتطور واستخدموا ايه؟ أول أداة من أدوات القياس اللي هي المساطر. طيب القياس ده عندي نوعين، قياس مباشر وقياس غير مباشر. القياس المباشر اللي بستخدم فيه إيه؟ اللي بستخدم فيه المسطرة. إزاي؟ أنا بجيب المسطرة، هي بتكون طبعا متحددة ببعد 20 سنتي 30 سنتي، وأبدأ أحطها على التمرين أو على الحاجة اللي أنا عايز أقيسها، الشيء اللي أنا عايز أقيسه بيديني قراءة مباشرة. طيب في قياس من نوع تاني، القياس الغير المباشر. ده عبارة عن ايه؟ زي البرجل يا سنة أولى. مش أنا في البرجل ينفع أمسك البرجل وأقيس بيه مباشرة كده؟ ما هو يمس ما فيش تدريج فيه، ما ينفعش. بجيب البرجل وأحطه على المسطرة، أخد المقاس السليم بتاعي وببدأ أنقل بيه عملية القياس، علشان كده بقول قياس غير مباشر. طيب هو القياس مهم في حياتنا يا سنة أولى؟ مهم جدا جدا جدا. ليه مهم؟ أول حاجة أنا ما ينفعش أروح أشتري أي شيء من أي مكان بدون ما يكون ليه مواصفات. لو داخل السوبر ماركت بشتري حاجة من السوق بقول إيه؟ أنا عايز كيلو كذا، عايز 2 كيلو. طيب لو بشتري قطعة أرض أو بيت بقول إيه؟ البيت ده كام متر؟ البيت ده مثلا 140 متر، سعر المتر كذا، وببدأ أحدد القيمة ليه. يبقى عملية القياس أو أجهزة القياس من العمليات المهمة جدا في حياتنا، في حياتنا بس كمان في شغلنا. لو بعد ما خلصنا اتجهنا لسوق العمل، أي شركة أو أي مصنع أي مكان عموما ليه مواصفات وليه معايير على أساسها بيبدأ يصنع المنتج بتاعه. وأنا ينفع أصنع منتج كده وخلاص؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى أجهزة القياس أو مادة أجهزة القياس من المواد المهمة جدا في الصف الأول اللي إن شاء الله هندرسها مع بعض. طيب المادة دي بتكون عبارة عن ايه؟ المادة بتكون عبارة عن جزء نظري ببدأ يتشرح في الفصل، ويبدأ المستر او المس يشرح لي ايه هي اجهزة القياس وازاي بتشتغل وايه هي انواعها وبقيس بيها ازاي. بعد كده بنزل المعمل او في مكان لكل تخصص اسمه معمل القياس او معمل اجهزة القياس. المعمل ده بيكون فيه موجود مجموعة من اجهزة القياس حسب التخصص. يا سنة اولى في تخصص الميكانيكا النهارده بيبقى موجود في معمل اجهزه القياس ده مجموعه كبيره من اجهزه القياس. زي ايه اللي احنا هنقولها مع بعض النهارده؟ زي الادمه ذات الورانيه،
الميكرومتر، قوالب القياس، ومجموعة كبيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة. طب المعمل اللي أنا هنزل آخد فيه الحصة بتاعت المعمل دي، المعمل ده لازم يكون ليه مواصفات؟ آه طبعا لازم يكون ليه مواصفات. ليه؟ علشان أحافظ على الأدوات أو أجهزة القياس اللي موجودة داخل المعمل. أول حاجة عندي أو أول نقطة، لازم المعمل يكون جيد الإضاءة. يعني ما ينفعش ان انا ادخل المعمل وما يكونش فيه اضاءه كافيه. ليه؟ لان انا هستخدم ادوات قياس دقيقه، بلاقي فيها القياس دقيق جدا، فلازم عشان اقدر الصوره تبقى واضحه قدامي واقدر اعمل عمليه قياس سليمه لازم الاضاءه تكون كبيره او تكون اضاءه متوفره كافيه. ايه كمان؟ لازم معمل القياس يكون خالي من الاتربه والغبار والرطوبه علشان يحافظ لي على الاجهزه الموجوده. ايه كمان لازم يتوفر في معامل اجهزه القياس؟ ان يكون معمل القياس بعيد عن مكان فيه اهتزازات يا سنه اولى، لانها بتاثر على جوده جهاز القياس. كل دي شروط لازم تكون متوفره في معمل القياس. كمان لازم يكون درجه الحراره داخل المعمل مناسبه، ولا تكون عاليه قوي ولا تكون منخفضه جدا، لازم تكون درجه حراره مناسبه علشان أقدر أحافظ على أجهزة القياس. طيب أجهزة القياس اللي أنا هحافظ عليها داخل المعامل دي هتديني في الآخر إيه؟ هتديني في الآخر قراءة سليمة هتساعدني إن أنا أنجز المهمة بتاعتي أو أنجز الشغل بتاعي داخل الورشة. نبدأ بقى كده مع بعض النهاردة ونشوف مادة أجهزة القياس بتحتوي على كام باب؟ بتحتوي على 3 أبواب. الباب الأول بعنوان قياس الأبعاد والزوايا، هناخد في الباب ده كل شيء أو كل معدة أو كل جهاز بيقدر يقيس لي البعد أو الزاوية. بعد كده الباب الثاني بعنوان قياس درجات الحرارة، هنشوف إيه هي الأجهزة اللي بتقيس لي درجات الحرارة. الباب الثالث الضغط، الباب الثالث اسمه قياس الضغوط، هنشوف كمان ايه هي الاجهزه والمعدات وتركيب المعدات دي ازاي، وازاي بقدر احافظ ان انا اطلع قياس سليم اثناء عمليه القياس. كل ده في ماده اجهزه القياس، ماده شيقه جدا وماده سهله وبسيطه هتفيدني جدا، وهقدر من خلالها ان انا اتعرف على وحدات قياس، اجزاء للمعدات. نبدا كده مع بعض حلقه النهارده. مادة أجهزة القياس الصف الأول نظام السنوات الثلاثة، جميع التخصصات الميكانيكية والمركبات والصناعات البحرية، 3 تخصصات مهمين بيشملها أو بياخدوا مادة أجهزة القياس. دي هنا كده صورة بتوضح أجهزة القياس البسيطة. زي ما أنا قلت المسطرة أو القدم الصلب ده قياس مباشر اللي هو موجود هنا، ده بيديني بيكون محدد زي ما احنا شايفين وبيديني قياس مباشر. هنا كده ده البرجل اللي احنا قلنا بينقل الابعاد، وهنا كده بعض ادوات القياس اللي هنتكلم عنها من خلال حلقتنا زي الميكرومتر وزي الادمه. طيب يا مس ايه ده؟ هو ده منبه زي الساعه؟ هو الساعه من ادوات القياس؟ ايوه يا سنقول الساعه من ادوات قياس الزمن، بتقيس لي الزمن. وهنا كده دي مجموعه من ادوات القياس. اهميه الماده، احنا قلنا ان المادة مهمة جدا لان عن طريقها بقدر احدد البعد او الزاوية المطلوبة بدرجة عالية لكل الصناعات، بتستخدم في جميع المصانع، بتستخدم في التعليم الفني، بتستخدم معانا احنا شخصيا لما بنيجي نقيس اي بعد. ادوات القياس المباشرة او البسيطة في المتر، المتر ده بيتهيألي احنا كلنا عارفينه في البيت وبنشوفه، ده بيقيس الابعاد. وفي كمان المسطرة اللي هي موجودة دي بتقيس لي برضو البعد. في هنا كده مسطرة اهي، دي اسمها مسطرة او مساطر مفصلية. ليه سميت بمساطر مفصلية؟ لان المساطر دي بتكون عبارة عن اجزاء من المسطرة، جزء مفصلي مرتبط بجزء اخر، علشان كده بقول مساطر مفصلية لان كل جزء من المساطر دي هي منفصلة انما في الاخر بتتجمع بجزء، بقول عليه مساطر مفصلية. طب دي بستخدمها في ايه؟ لو انا المسطره العاديه اللي عندي دي بتقيس اطوال معينه، طب لو انا عايز اقيس بعد اطول هستخدم المسطره المفصليه في الابعاد اللي بتكون اطول
من الأبعاد اللي أنا بستخدمها بالمسطرة العادية. نشوف كمان قياس درجات الحرارة. احنا قلنا في ثلاث محاور أساسية في مادة أجهزة القياس، اللي هي قياس الأبعاد اللي احنا لسه متكلمين عنها من شوية، وقياس درجات الحرارة. واحنا بنقول ان درجات الحرارة من أكثر المتغيرات اللي بيتم قياسها والتحكم فيها، وبتؤثر بشكل مباشر في حياتنا اليومية. كل يوم بيحصل قياس لدرجة الحرارة يا سنة أولى عن طريق ايه؟ بيقيسوا درجة حرارة الجو، ويبدأ يقول لي ان بكرة ان شاء الله في النشرة الجوية درجة الحرارة هتكون مرتفعة، درجة الحرارة هتكون منخفضة. طيب في ايه كمان؟ في المصانع والشركات لما بيقيسوا درجة حرارة المنتج خلال عمليات التصنيع، بيحصل ارتفاع لبعض المنتجات اللي بتتصنع. بقول ستوب، انا عندي الجزئية دي، هوقف عملية التصنيع لحين انخفاض درجة الحرارة للدرجة المطلوبة. علشان ايه؟ علشان ما اهدرش من الخامات. انا عندي خامة لو قعدت اصنعها بدرجة حرارة عالية هتهدر مني وتبوظ، لا، انا بظبطها بدرجات حرارة معينة، فانا علشان كده بستفيد في قياس درجات الحرارة. ايه كمان؟ درجة حرارة الانسان. لو لا قدر الله حد درجة حرارته مرتفعة، انا ببدأ اقيس درجة الحرارة اللي موجودة عندي. نشوف كده صورة مع بعض لقياس درجات الحرارة. ايه هو الجهاز اللي بيقيس درجة الحرارة؟ عندنا جهاز اسمه الترمومتر. جهاز الترمومتر بيقيس لي درجة الحرارة. الشق الثالث من مادة أجهزة القياس، وهي قياس الضغوط، ودي بتشكل عنصر هام في العمليات الصناعية. زي ما احنا قلنا ان زي ما قياس الأبعاد والزوايا مهم جدا في بداية التصنيع، كمان قياس درجات الحرارة مهم، قياس الضغوط في غاية الأهمية، لأن من خلال الضغط على ماكينة أو على أداة معينة ممكن لا قدر الله بزيادة الضغط يحصل لها انفجارات. فأنا بعمل إيه؟ لازم أكون مظبط الضغط على قيمة معينة بأجهزة معينة. زي إيه كده؟ زي مثلا لما يكون عندك عربية وتروح للراجل تقول له لو سمحت أنا عايز العجل ده ماشي، بيبدأ ينفخ العجل ده مثلا، تقول له 40 أو 30، أنت بتحدد له القيمة دي. طيب لو زادت القيمة إيه اللي هيحصل؟ هيحصل انفجار. برضو في تخصص الهيدروليك بيشتغلوا على ماكينات هيدروليك ونيوماتيك، لازم في أجهزة بتظبط الضغط. بتعمل إيه الأجهزة دي؟ لو الضغط من وحدة القدرة وليكن طالع 60 بار، طلع لي فوق أنا عايزه 50، هبدأ أعمل إيه؟ هظبط عن طريق الأجهزة الضغط المناسب. طب لو أنا ما ظبطتش الضغط ده وسبت الضغط يطلع، إيه اللي هيحصل يا سنة أولى؟ هيحصل انفجار في الخراطيم بتاعة المعدة أو بتاعة الدايرة. علشان كده بقول إن مادة أجهزة القياس من المواد المهمة جدا اللي بتعرفنا ازاي نحافظ على قياس الزوايا، قياس درجات الحرارة، قياس الضغوط. نشوف كده صورة مع بعض بتقول ايه هو الجهاز اللي بيقيس الضغط. دي صورة كمان زي ما انا قلت للإطارات بتاعة كاوتش العربية، ان هو بيظبطها شايفين عند قيمة معينة، ما ينفعش يقعد يزود العجل بتاع الكاوتش كده وخلاص، لا، لازم بيزوده عند قيمة معينة. الفحص والقياس. بتحتاج الشركات المنتجة علشان تطلع لي منتج سليم ان انا اتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة. لو في اي شركة بتصنع جزء من ماكينة ما ينفعش تصنعها كده، لا، ده لازم تكون بقياسات معينة. طيب لو انا بقى جالي المنتج ده وعايز اركبه عندي في المكنة، لازم اعمل عملية اسمها ايه؟ اسمها الفحص. بمسك القطعة وببدأ اتأكد من المواصفات الفنية بتاعتها. انا عايز القياس اهم حاجة، ببدأ ابص على القياسات. لو انا عايز اركب مثلا قطعة معينة في ماكينة القطر بتاعها 4 ملي، لازم ابدأ امسك الاداة، ونقول دلوقتي ايه هي الادوات اللي بتستخدم في الحالات دي، وابدأ اقيس الجزء اللي انا عايز اقيسه. عشان كده بقول القياس مهم جدا في حياتنا العملية وفي الشغل كمان. نشوف صورة كده مع بعض بعض أجهزة أو بعض الأجهزة اللي بتقيس. زي ما احنا قلنا هنا كده، دي أجهزة بتقيس الأبعاد وبتقيس زي الأدمة ذات الورانية والميكرومتر، وده بيقيس الزمن زي ما احنا قلنا الساعات، وهنا ده مبين القياس بيقيس استواء للأسطح، وفي هنا أجهزة قياس متعددة هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. قبل
مبدأ أقول أنا هشتغل وأقيس، لازم أعمل إيه يا سنة أولى؟ لازم أعرف وحدة القياس إيه؟ وحدات القياس إيه؟ لما أروح أشتري قطعة أرض أقدر أقيسها بإيه؟ لما باجي أشوف خامة أشتريها أقدر أقيسها بإيه؟ وحدات القياس أهم من القياس نفسه. وحدات القياس الكمية المقاسة، ده جدول فيه الكمية المقاسة وفيه وحدة القياس الطول. زي ما احنا قلنا لو بنشتري شقة أو قطعة أرض هبدأ أقيسها بإيه؟ بالمتر. الكتلة لو بشتري حاجة من مكان هقول أنا عايز بالكيلو جرام. الزمن زي ما أنا قلت اللي هو الساعة، إن أنا ببدأ أقيس بالثانية. التيار الكهربي لازم، مهم جدا أعرف الإيه هو كمية أو قيمة التيار الكهربي وأقيسها علشان الأجهزة ما يحصلش فيها أعطال. درجة الحرارة بالكلفن، كمية المادة بالمول، شدة الإضاءة بالأنديلة، الزاوية المسطحة بحاجة اسمها راديان، والزاوية المجسمة سترا ديان. كل دي أدوات أو وحدات للقياس. كمان من الوحدات القياس بقى المشتقة المساحة. ما هي المساحة دي زي الطول احنا بنقيس بيها، بس احنا قلنا الطول بالمتر، يبقى المساحة بالمتر المربع. الحجم اللي احنا زي ما قلنا زي الكتلة من شوية، الحجم ده بيتقاس بإيه؟ بالمتر المكعب لو عايز أعرف حجم شيء. الذبذبة بالهرتز، الكثافة بالكيلو جرام لكل متر مكعب، السرعة الخطية متر لكل ثانية، والعجلة الخطية متر لكل ثانية مربعة، وزي ما احنا قلنا الزوايا بتقاس بوحدة الراديان، والسرعة الزاوية راديان لكل ثانية، والعجلة الزاوية راديان لكل ثانية مربعة، وطبعا زي ما احنا عارفين القوة اكيد درسناها في الاعدادية بالنيوتن، والضغط بالنيوتن لكل متر مربع. دي بعض الوحدات اللي انا بستخدمها اثناء عملية القياس، بتفيدني جدا علشان اعرف لما اجي اقيس شيء اعرف اوظف له ايه هي وحدة القياس المناسبة، على الاساس ده استخدم اداة القياس المناسبة. المعايرة هي التأكد من مطابقة الجزء اللي أنا عايز أفحصه علشان أتأكد من مواصفاته من حيث الشكل والأبعاد، من غير ما أحصل على قيمة عددية، وبتتم بواسطة محددات وقوالب القياس. بصورة بسيطة كده كلمة معايرة، لو إحنا بيبقى عندنا، يعني إحنا كطلبة وكطالبات برضو أكيد الطلبة بتساعد ماما في البيت، إحنا بيبقى عندنا إيه؟ بيبقى عندنا في معايير كده ممكن نقيس بيها لما بنيجي مثلا نعمل أكل أو نعمل حاجة، ما بيبقاش دي، ما بنقيس بقى بالمسطره. انا مثلا عندي طبق عايز اعمل كيك وبجيب الدقيق، في كوبايات مثلا بيقول لي ان المعيار ده بيساوي ربع كيلو، هو بيكون مكتوب عليه سنه اولى ربع كيلو. طب هو انا كده مسكت الدقيق ده وحطيته في الكوبايه وبدات ان انا اقيس؟ لا، ده انا عملت عمليه معايره، جبت القيمه اللي عندي حطيتها في الشيء اللي هو محدد وثابت بقيمته، هيطلع لي اللي انا عايزه. دي ببساطه معنى كلمه معايره، ان انا بكون محدد معيار معين بقيمه عدديه، هو بس بقيمه عدديه عليه، انما هم بيطلع ليش ان الكميه دي هي ربع كيلو. خلاص نشوف كده مع بعض صوره كمان لاجهزه المعايره. اجهزه المعايره في التخصص الميكانيكي، انا بس كنت بقول مثال توضيحي كده بسيط، انما اجهزه المعايره في التخصصات الميكانيكيه هي بتكون عباره عن محددات وقوالب قياس، بتكون متحددة ومكتوب عليها أرقام معينة، وببدأ عن طريقها أقيس الشغلة وآخد القياس السليم بتاعي. أهم مجالات القياسات الدقيقة، أجهزة القياس أو القياسات دي بتستخدم في إيه؟ أول حاجة المنشآت الصناعية، مفيش منشأة صناعية بتخلو من أدوات وأجهزة القياس. معامل القياسات الدقيقة، أي معمل قياس لازم يكون فيه أجهزة، طبعا بتختلف حسب النوع، المعمل أو الشركة أو المكان اللي موجود فيه. إيه كمان؟ المدارس الفنية، مفيش مدرسة فنية صناعية ما فيهاش معمل لأجهزة القياس، كل تخصص على حدة. إيه كمان؟ مراكز الأبحاث، كل الأشياء اللي احنا قلنا عليها دي كلها مهمة جدا إن يكون فيها معمل، داخل المعمل في أجهزة قياس. ودي صورة بتقول يعني ان دي بعض اجهزة القياس باختلافها اللي موجودة داخل اكتر من تخصص. وهنا دي المنشآت الصناعية او الشركات اللي بتستخدم او بتستخدم اجهزة القياس. انظمة القياس علشان ابدأ اقيس
وطلع قياس سليم في أنظمة دولية متفق عليها. أنظمة القياس دي 3 أجزاء: النظام المتري زي الطول والكتلة والزمن. لازم يا سنة أولى زي ما أنا قلت عشان أبدأ أحدد الشيء اللي أنا هعمل عليه عملية قياس لازم أعرف أنا هقيسه بإيه، إيه هو النظام اللي أنا أستخدمه علشان أقيس بيه المنتج اللي أنا عايزه ده. لو أنا هقيس بالنظام المتري هيبقى طول وكتلة وزمن. طيب في أنظمة إيه كمان؟ في النظام الستيني، وده وحدة قياس الزوايا. لو أنا هقيس زاوية أكون عارف إن أنا بستخدم أجهزة القياس اللي بتقيس الزوايا اللي هي في النظام الستيني. آخر نظام اللي هو النظام الدائري. النظام الدائري ده بيستخدم وحدة الرديان كوحدة قياس للزوايا. دول 3 أنظمة قياس مهمين جدا يا سنة أولى. نشوف بقى كده مع بعض مقياس للطول. مش احنا قلنا ان في 3 أنظمة مهمة احنا بنقيس بيها. اول حاجة مقياس الطول بقيسه بايه؟ بالمسطرة. المسطرة العادية اللي عندنا دي اقدر اقيس بيها الطول. ايه كمان؟ الشريط المتري. لو انا عايز بقى هزود شوية في الطول او يجي لي يعني اجزاء فيها طول اكبر هستخدم الشريط المتري. القدمة ذات الورانية دي قياس ادق. وبعد كده الميكرومتر. طيب مقياس للكتلة دي بداية كده حاجة اسمها ميزان روماني كان بيقيس الكتلة، بعد كده تم تطويره أو هو مازال موجود بيستخدموه في اللي هي الأماكن اللي فيها بتبيع الحاجات الفاكهة والحاجات دي. ميزان ذو كفتين ده بيستخدم لقياس الكتلة، والميزان الرقمي وميزان ذو كفة واحدة. مقياس الزمن زي ما أنا قلت الساعة الرملية، وبعد كده ساعة البندول اللي هي بمؤشر، وبعد كده الساعات الرقمية اللي بتديني القراءة مباشرة، وساعات الإيقاف. احنا قلنا ان في 3 أبواب مهمين من مادة أجهزة القياس، وقلنا أول باب بعنوان قياس الأبعاد. قياس الأبعاد ده في إيه؟ في سنة أولى حاجتين مهمين جدا في قياس الأبعاد. أول حاجة القياس المباشر اللي هو عن طريق المسطرة، والقياس الغير مباشر اللي هو عن طريق أدوات نقل الأبعاد. بالنسبة للقياس المباشر هستخدم المتر أو المتر المنكسر أو المساطر المفصلية أو المتر الشريطي أو الديكا متر أو المسطرة العادية بتاعتي أو الأدمة ذات الورانية. طيب يا ميس حضرتك عمالة تقولي قياس قياس قياس، عايزين نعرف الأول يعني إيه كلمة قياس؟ يعني بحدد قيمة صفة أو شيء في صورة رقم عددي ليه مدلول في وحدات القياس. يعني ايه؟ يعني انا حددت الاول انا عايز اعمل ايه. انا هشتري قطعة ارض. طيب قطعة الارض دي وحدة قياسها ايه؟ بالمتر. يبقى انا تحديد الشيء، بعد كده بحدد له وحدة القياس المناسبة ليه، وبعد كده اقوم بعملية القياس. هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي صفة ولكن ليها رقم عددي. الرقم العددي ده ليه مدلول في وحدات القياس اللي هي ايه؟ اللي هو المتر يا سنة أولى، مش أنا قلت إن من الوحدات القياس المتر. يبقى تصنيف الشيء أو تحديد الشيء ليه رقم عددي له مدلول في وحدات القياس، مش رقم عددي كده وخلاص، لا ليه مدلول في وحدات القياس. نشوف صورة كده مع بعض. بصورة أبسط أو بصورة أسهل عملية القياس زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية ببساطة جداً. يعني ايه؟ يعني شايفين الكمية المجهولة دي ثمرة بطيخ قدامنا اهي. طيب الراجل لما بيجي يوزن بيحط الثمرة وبيكون عارف هي قد ايه؟ ميزانها قد ايه؟ لا طبعا، ده هو بيقارن الكمية المجهولة دي بأخرى معيارية. ايه هو المعيار؟ اللي هي أداة الوزن دي اللي هي بتقولي ان هي 3 كيلو، لو كده ان هي مثلا اكتر ابدأ ازود في المعيار. ادي الكمية المجهولة وادي الكمية المعيارية. دي ببساطة أجهزة أو أدوات القياس. نشوف بقى أدوات القياس الناقلة اللي أنا عن طريقها بتنقل لي الأبعاد زي البرجل، برجل خارجي أو داخلي هنتكلم عنه بالتفصيل. أدوات القياس الخطية اللي هي بتقيس على خط زي المتر وزي المسطرة المفصلية وزي المسطرة العادية. أدوات قياس خطية قابلة للتغيير، ممكن اغير البعد، يعني المسطرة لما بقيس بيها بتكون ثابتة هي 20 سنتي هتقيس لي 20 سنتي، انما هنا بقدر ان انا اتحكم في البعد يا اما ازوده او اقلله، عشان كده بقول قابلة للتغيير. ادوات قياس ذات قيمة ثابتة،
زي ايه؟ زي قوالب القياس، وزي الامشاط او حاجه اسمها امشاط، دي بيكون عليها كده موجود عليها قياسات للشيء اللي انا عايزه اقيسه، وببدا عن طريقها ان انا اقيس، وقوالب القياس عشان كده بقول قيمها ثابت. ادوات نقل الابعاد، مش احنا اتفقنا يا سنه اولى من خلال حلقتنا النهارده ان في قياس مباشر زي المساطر، وقلنا في قياس غير مباشر اللي هو البراجل. من البراجل دي اسمها ادوات نقل الابعاد، لاني انا ما بقيس بيها، ملهاش تدريج، انا بنقل بيها البعد، باخده من والى المسطره، يعني باخده من على المسطره وارجع ايه اقيس بيه. طب لو انا اصلا عايزه اخد قياس، ممكن اخد القياس وارجع بيه للمسطره تاني اشوف البعد بتاعي كام. من ادوات نقل القياس، بص يا سنه اولى، ماده اجهزه القياس ماده سهله جدا وبسيطه وشيقه. ليه؟ لان الدراسه بتاعتها حاجه احنا بنشتغل بيها كل يوم، علشان كده انا عارفه ان الكلام ده مش غريب عليكم، سهل وبسيط جدا. نركز بقى في النقطه اللي جايه دي. البراجل بتستخدم كوسائل مساعده في نقل الابعاد او عمليه القياس، موجود قدامنا على الصوره دي كده. البراجل شايفين، دي صوره للبراجل اللي انا عن طريقها بنقل الابعاد. طيب البراجل دي بتستخدم لقياس الابعاد الخارجيه والداخليه والتخانات اللي هي السمك، وكمان في نقل الابعاد المطلوبه من والى المسطره، يعني زي ما انا قلت ممكن اخد البعد من والى المسطره. وده شكل للبرجل اللي فيه عمليه القياس، سواء للقياس الداخلي او للقياس الخارجي. من ادوات نقل الابعاد القدمه او القياس القدمه ذات الورانيه، هي من اهم ادوات القياس المستخدمه في ورش تشغيل المعادن. كلنا ان شاء الله لما ندخل الصف الاول هنستخدم جزء او اله او عده اسمها او اداه اسمها القدمه ذات الورانيه. ده درس كامل يا سنه اولى، احنا اتفقنا ان احنا بندي نبذات وخطوط عريضه للدروس نقدر بس كده نتعرف عليها. القدمه ذات الورانيه دي ليها انواع كتيره. القدمه ذات الورانيه الاول بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في قياس الابعاد الخارجيه عن طريق فكين هنشوفهم مع بعض، قياس الابعاد الداخليه، وفي موجود فيها في النهايه ساق لقياس الاعماق بتقيس لي عمق الشغل. دي من ادوات القياس المهم. طيب هي ليها انواع؟ ليها انواع. اول نوع قدمه القياس اللي هي ذات الورانيه اللي هي بتقيس لي التلات اجزاء مع بعض اللي هي العاديه. حب يطور منها ويحدث تطوير منها، عمل ايه؟ عمل قدمه اسمها قدمه قياس وجه الساعه. دي بيكون على القدمه في كده جزء متركب شبه الساعه بالظبط، عشان كده بقول عليه قدمه قياس وجه الساعه، بتاخد الكسر بتاع القياس. يعني معنى كده يا مس ان القدمه ذات الورانيه فيها جزء اخر بناخد منه العدد الصحيح. ايوه، مسطره القياس باخد من عن طريقها العدد الصحيح، وباخد الجزء الكسر من على الورانيه. بعد كده طور الفكره اكتر، بعد قدمة القياس العادية وقدمة قياس وجه الساعة، عمل قدمة قياس رقمية. أول ما أقيس البعد ألاقي الرقم مباشرة ظاهر عندي بالكسر بتاعه وبالقيمة الثابتة، يعني الرقم الصحيح والكسر بتاعه. طور أكتر وعمل قدمات تقيس أسنان التروس، وده كان تطوير للقدمات ذات الورانية. درس القدمة ذات الورانية درس يعني حلو كده، درس كبير ما شاء الله، هنبدأ إن شاء الله ندرسه مع بعض في خلال الصف الأول. هناخد فيه القدمة، أنواعها، إزاي بيتم قراءة القدمة، إزاي أنا كطالب همسك القدمة وأقرأ عليها، كمان إزاي أنا المس أو المستر يديني قراءات وأبدأ إن أنا أطبقها على القدمة. طيب خلينا متفقين إن كل جهاز عندنا لازم ليه تعليمات أمان صناعي لازم أحافظ عليها. هنا دي أداة مفيش تعليمات أمان صناعي، لأ، في احتياطات واجب مراعتها قبل ما أبدأ القياس بالقدمة أو بالميكرومتر أو بأي أداة من أدوات القياس. دي حاجات مهمة جدا، لازم إن أنا بعد ما أخلص القدمة أو الميكرومتر لازم أنضفه. أنا طبعا وأنا بقيس بيبقى فيه تراب، بيبقى فيه رايش، بيبقى فيه أثناء عملية الشغل، لازم أنضفه كويس جدا، ولازم أحطه في الجراب الخاص بيه سواء القدمة أو الميكرومتر، وببدا ان انا احفظه في مكانه السليم، ولازم اقفل القدمه لحد الاخر.
نشوف كده كمان صورة للأدمات زي ما أنا قلت بتطويرها. دي الأدمة العادية، الجزئين دول بيقيسوا الأبعاد الخارجية، والجزء ده بيقيس الأبعاد الداخلية، والجزء الساق الأخيرة دي بتقيس الأعماق. دي أدمة قياس وجه الساعة، ودي الأدمة القياس الرقمية، ودي أدمة قياس أسنان التروس الميكرومتر. بعد احنا قلنا كل ده بنطور، الميكرومتر هو جهاز قياس أبعاد بسيط ولكن دقيق، بتصل الدقة بتاعته إلى 1/1000 مليمتر. وده كده معانا جهاز الميكرومتر. زي ما احنا شايفين أجزاءه، الفكين دول بيقيسوا قياس خارجي، وهنا كده عندي هنا التقسيم بتاع القياس ده اسمه ميكرومتر قياس خارجي، لأنه بيقيس لي بالبعد القياس الخارجي. طيب في أنواع للميكرومتر يا مس؟ أيوه في أنواع للميكرومتر، في ميكرومتر قياس داخلي، وفي كمان ميكرومتر لقياس الأعماق. برضو زي ما احنا اتفقنا ان ده درس كامل هندرسه مع بعض في خلال السنة الدراسية ان شاء الله. بيتكلم عن ايه؟ عن الميكرومتر، وبيتكلم عن قياسات الميكرومتر وانواع الميكرومترات، وازاي اقدر اقيس بيها، وازاي كمان اقدر احافظ عليها. دي ببساطة بعض انواع اجهزة القياس. في كمان احنا كل ده سنة اولى لسه بنتكلم في الباب الأول اللي هو قياس الزوايا والأبعاد، قوالب القياس. بتعتبر قوالب القياس من أهم معدات القياس. ليه؟ لأنها بتختبر لي دقة القياس، وبتحدد لي مقدار الخطأ، وبتكون بالبوصة أو بالمليمتر. قوالب القياس دي عبارة عن إيه؟ قوالب القياس دي في أبعاد أنا وأنا بشتغل أنا كطالب أو كمدرس أو كفني أنا ما بعرفش أقيسها. تبقى مثلا قياس داخلي، فانا عايز اقيسه اعمل ايه؟ في حاجه اتصممت لي اسمها قوالب القياس. قوالب القياس دي بتكون عباره عن قطعه او قطع من الفولاذ على شكل متوازي مستطيلات، كل قطعه منها بتكون متحدده بقياس معين. طيب قطعه الفولاذ دي المعدن بتاعها، ده الفولاذ ده المعدن بتاع قوالب القياس، ده بيكون مقصى ومعامل حراريا عشان اقدر استخدمه، وبيكون مترقم عليها البعد اللي أنا عايز أقيسه. قوالب القياس ليها أنواع كتيرة جدا حسب نوع العملية اللي أنا بستخدمه. طور من قوالب القياس دي وعمل حاجة اسمها قوالب قياس بتصنع من مادة السيراميك. طبعا دي بتكون أفضل من الفولاذ، لأنها إيه؟ لأنها أولا ما بيحصل لهاش تآكل، وبتكون خفيفة الوزن، أخف في الوزن من الفولاذ، ولكن سعرها بيكون غالي، علشان كده ما بتستخدمش كتير الا طبعا في المصانع اللي ذات دقه عاليه محتاج ان انا اقيس بيه. نشوف كده مع بعض قوالب القياس دي الشكل عباره عن ايه. زي ما احنا شايفين يا سنه اولى عباره عن علبه، العلبه دي فيها اهو قطع، القطع دي على شكل متوازي مستطيلات، كل قطعه متحدد عليها القياس اللي بتقيسه القطعه اللي مطلوب. مبين القياس، وده برضو نوع آخر من أدوات القياس، ده بستخدمه علشان أقيس المقاس أو أحدد المقاس الفعلي الناتج عن عدم استواء السطح. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما باجي أشوف سطح كده قدامي، أنا ما بقدرش أحدد أنا بالنظر السطح ده مستوي ولا لأ. فاستخدمنا مبين القياس ذو القرص علشان أبدأ إن أنا أحطه على سطح المشغولة، وأبدأ أشوف هل في استواء للسطح ولا السطح فيه بعض التعرجات، وببدأ على أساسها إن أنا أحدد له الشغلة دي محتاجة إيه؟ المادة أو الحاجة الأداة اللي أنا بقيس بيها دي هي اللي بتحدد لي كده، فببدأ إن أنا أشوف محتاجة إيه عندي. ده شكل لمبين القياس اللي موجود عندنا. وحدات قياس الزوايا، بيعتبر قياس الزوايا من القياسات الأساسية في مجال التشغيل. زي ايه؟ زي زوايا البنط والتقب او اقلام المخار، زي ما احنا شايفين كده. هو انا دلوقتي لما اجي اعمل تقب على ماكينه المسكوب واستخدم البنطه، انا هستخدم البنطه كده وخلاص؟ لا، ده انا لازم اقيس البنطه واعرف قيمه البنطه دي قد ايه. البنطه دي 1 ملي او الزاويه بتاعتها، وانا بسنها ليها طريقه معينه، لازم اكون عارف قياس للزوايا اللي موجوده عندي. معدات ومحددات قياس الزوايا. ايه هي معدات ومحددات قياس الزوايا؟ هي حاجتين او جزئين، المنقله البسيطه او اداتين. الاداه الاولى اللي هي المنقله البسيطه، المنقله البسيطه دي بتقيس بايه؟ بالدرجات. بقول ان الزاويه دي بتقيس لي الزوايا بالدرجات،
طيب عمل تحديث ليها اللي هي الزاويه العامه كاستيلا دي، زودها لي بجزء اسمه الورانيه في المنقله. اسمها ايه بقى او بتقيس لي ايه؟ الورانيه دي باخد بيها قياس الايه؟ احنا قلنا ان المنقله البسيطه بتقيس بايه سنه اولى؟ بالدرجات. برافو. هنا بقى الزاويه العامه دي بتقيس بالدرجات والدقائق لانها ذات دقه اعلى. نشوف كده الصورتين مع بعض للمنقله وللزاويه. دي كده المنقله زي ما احنا شايفينها، دي اللي بتقيس الزوايا بالدرجات. دي بقى عندنا اهي اللي هي الزاويه او المنقله اللي هي كاستيلا اللي هي مزوده بورانيه. شايفين ورانيه اهي، دي بتقيس لي الدقائق، وده التدريج الرئيسي اللي بيقيس لي بالدرجات. معدات فحص اللوالب يمكن فحصها في عملية واحدة بواسطة محددات قياس اللوالب. احنا اتفقنا ان انا لما باجي اقيس شغلة انا عندي اداة قياس زي المسطرة او زي مبين القياس، دي اداة ثابتة هي بتقيس لي اللي انا عايز او الشيء القياس المطلوب، زي الزاوية زي ما احنا لسه قايلين انها بتقيس ايه؟ بتقيس اللي هي المنقلة، بتقيس لي الزوايا. طيب انا دلوقتي في بعض الاشغال او بعض التمارين انا ما بعرفش اقيسها، زي ايه؟ زي لو تمرين عملت له عمليه الوظه، انا عايز اخد المقاس المظبوط بتاع سن الالوظ ده او اخد المقاس الصح بتاعه علشان انا عملت مسمار وعايز اركب عليه صاموله، فانا محتاج مقاس دقيق ومعين. عمل لي حاجه اسمها ايه؟ اسمها محددات او معدات فحص اللوالب. دي عباره عن امشاط زي ما انا قلت، هي حاجه مجمعه كده مع بعض اسمها مشط. المشط ده بيكون ايه؟ هنشوف شكله كده مع بعض عشان نفهمه اكتر. بصوا يا سنه اولى، دي كده زي ما احنا شايفين كده اهو، دي كده الجزء اللي هو المقلوز، وهنا كده عندنا المشط او الكارته اللي هي مرسوم عليها او متحدد لي مقاسها بالظبط. انا بستخدمها حسب المقاس، اقعد اجرب بقى اشوف ده مقاسه كام، لا ده اكتر، لا انا هستخدم الاداه المناسبه. وطبعا دي بتسهل عليا جدا الشغل. اهي دي مجموعه من الامشاط، كل مشط او كل اداه من دي ليها مقدار قياس معين. الباب الثاني بعنوان قياس درجات الحرارة. احنا عارفين زي ما احنا قلنا ان درجات الحرارة من اهم القياسات اللي موجودة، لاننا بنستخدمها او بنتعايش معاها يوميا. بنتعايش معاها من خلال ان النشرة الجوية تقول لي درجات الحرارة ايه، من خلال الانسان، من خلال تصنيع او في المصانع، ان هو بيعرف قياس درجة الحرارة المناسب اللي مطلوب عندي ايه. فقياسات درجات الحرارة من اهم انواع القياسات. طيب درجة الحرارة دي انا بقيسها بايه؟ بحاجة اسمها الترمومتر. شوف كده مع بعض ايه هي الاول القياسات لدرجات الحرارة. مفهوم درجة الحرارة هو عبارة عن مؤشر لكمية الطاقة الحرارية اللي بيخزنها الجسم. الجسم بيخزن طاقة حرارية، بقدر عن طريق درجات او مقياس درجات الحرارة ان انا اعرف هل درجة الحرارة البرودة او السخونة بتاعتها. ما هي درجة الحرارة مش معناها ارتفاع بس يا سنة اولى، لا هي سخونة او برودة الجسم. ودي الاجهزة اللي بتقيس درجة الحرارة. وحدات قياس درجات الحرارة، ايه هي الوحدات اللي بقدر عن طريقها اقيس درجات الحرارة؟ اول حاجة عندي المقياس المطلق كلفن، ده بيرمز له بالرمز كي. لما الاقي الرمز كي اعرف ان انا هنا هقيس درجة الحرارة بالرمز كلفن. بيستخدم في ايه؟ في الميادين العلمية، والنقطة الثابتة السفلى بتاعة قياس درجات الحرارة للمقياس كلفن هي 273، دي اقل درجة ممكن يقيسها، والنقطة الثابتة العليا 373، اقل درجة يقيسها لي 273 واعلى درجة 373، وبينهم 100 قسم بالتساوي، في 100 قسم بين المقياس. وده هنا كده ده مقياس لدرجات الحرارة. المقياس الثاني اسمه المقياس المئوي او السيليزي، وده بيرمز له بالرمز سي. بستخدمه في ايه سنة اولى؟ في التنبؤات الجوية زي ما احنا قلنا، وده مقسم من 0 ل 100 قسم، بدايته بيقيس لي من 0 لحد 100 قسم. المقياس الثاني الرانكن، هو مقياس للحرارة المطلقة، وده بيتقسم ل 492 إلى
672 درجة مئوية. دي كده مقياس أو رموز لمقياس درجات الحرارة، وزي ما احنا شايفين ده كده الترمومتر اللي عن طريقه بقدر أقيس درجة الحرارة. حسب المقياس بتاعي بيكون متحدد من صفر لكام، من صفر 32، من 272، 273، حسب المقياس اللي أنا بقيس بيه. المقياس الفهرنهايتي ده بيرمز له بالرمز F، وده بتكون النقطة الثابتة السفلى نقطة تجمد الكحول هي 32 درجة، معناها إن مفيش هنا كده لسه درجة حرارة. يبدأ بقى النقطة الثابتة العليا 212 درجة، والمسافة بينهم بتكون 180 قسم. أجهزة قياس درجات الحرارة وهي الترمومتر الزئبقي. الترمومتر الزئبقي ده أنا عن طريقه بقدر أقيس درجة الحرارة. طيب فكرة عمل الترمومتر إيه؟ فكرة عمل الترمومتر هي عبارة عن تمدد الأشياء بالحرارة وانكماشها بالبرودة. يعني إيه؟ يعني الترمومتر ده مملوء بسائل من إيه؟ أو بصيلة فيها سائل من الزئبق. إيه اللي بيحصل للزئبق ده؟ أول ما بيتعرض لدرجة الحرارة بيحصل إيه؟ السائل بيبدأ يتمدد ويزيد، بس طبعا هيتمدد لحد حد معين. إيه هو إيه اللي حدد لي الحد المعين أو القيمة المعينة دي؟ درجة الحرارة اللي أنا بقيسها. لو درجة الحرارة عالية جدا خلاص هلاقيه وقف لأعلى قياس، لو درجة الحرارة قليلة هيبدأ يطلع أو يتمدد لحد قياس درجة الحرارة وهيقف عندها، أبدأ إن أنا أشيله وأبدأ أقيس درجة الحرارة. طيب هو بيقيس لي درجات الحرارة، سواء درجة الحرارة أول ما تتمدد بتزيد أو تقل. بعد ما خلاص خرجته وقست درجة الحرارة، من انخفاض درجة الحرارة بيبدأ ينكمش ويرجع إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى. شوف كده مع بعض صورة الترمومتر الزئبقي. عبارة عن إيه الترمومتر الزئبقي؟ عبارة عن بصيلة زجاجية أهو، ده كده غلاف زجاجي اللي هو في الأول ده. الغلاف الزجاجي ده داخله بصيلة زجاجية مملوءة بالزئبق اللي هو خزان الزئبق، وفي تدريج وفي أنبوبة شعرية. التدريج ده بعد ما الزئبق بيبدأ يتمدد نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بيبدأ يزيد ويبدأ يديني القياس السليم أو القياس المطلوب، السيرمستور. السيرمستور دي كل ده يا سنة أولى كده من أجهزة قياس درجات الحرارة. السيرمستور ده عبارة عن إيه؟ السيرمستور عبارة عن نوع من أنواع المقاومات. السيرمستور اللي موجود قدامنا ده عبارة عن نوع من أنواع المقاومات. المقاومات دي إيه؟ بتتركب فين؟ بتتركب في الأجهزة الكهربية. طيب أجهزة التبريد والتسخين الاتنين مع بعض، يعني لو في أجهزة تبريد أو أجهزة تسخين بركب السيرمستور لأنه مقاومة أو نوع من أنواع المقاومات. نشوف كده مع بعض. ادي السيرمستور ده عبارة عن ليه وصلتين أو ليه جزئين، سلك من النحاس وبيكون متغطي بالقصدير. الازدواج الحراري، الازدواج الحراري ده برضو نوع أو أداة من أدوات قياس درجات الحرارة. الازدواج الحراري ده بستخدمه فين؟ بستخدمه في الأفران. ليه؟ لأن قياس الازدواج أو أداة الازدواج الحراري أو ترمومتر الازدواج الحراري بيقيس لي درجات الحرارة العالية جدا اللي بتصل من 200 إلى 1500 درجة مئوية. علشان كده بستخدم الازدواج الحراري في الأفران. نشوف كده مع بعض. كده الباب الثالث اللي هو الضغط. يبقى احنا كده يا سنة أولى اتكلمنا من خلال مادتنا النهاردة عن الباب الأول اللي هو قياس الزوايا والأبعاد، والباب الثاني اللي هو قياس درجات الحرارة، ده الباب الثالث بعنوان إيه؟ بعنوان الضغط. نشوف كده تعريف الضغط. الضغط هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات. الكلام ده يا مس كبير، احنا مش قادرين نفهمه. أقول لكم بصورة بسيطة، يعني إيه هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات؟ هقول مثال صغير كده. لو أنا دلوقتي سايق عربية وبدأت أمشي في مكان فيه رمل، أنا بس اللي سايق العربية، محدش معايا تاني، إيه اللي هيحصل؟ لو أنا بصيت على الإطارات أو الكاوتش بتاع العربية ده هلاقيه عامل علامة في الرمل، صح يا سنة أولى مش ده اللي بيحصل؟ آه. طيب لو أنا دلوقتي زودت الناس اللي موجودة في العربية، خليت ناس تركب في العربية وبدأ يحصل ضغط داخل العربية، إيه اللي هيحصل؟
اول ما انزل كده ابص على الرمل هلاقي ان الكاوتش بتاع العربيه بدا يعمل لي ايه، نتيجه زياده القوه اللي كانت موجوده دي من ايه، من الضغط، يعني ضغط اللي هو عدد الناس عمل لي قوه على اطارات الكاوتش بدات تعمل لي مساحه اكتر. كده بيبين لي ان الضغط هو بيساوي القوه على المساحه، زياده الضغط عملت قوه زودت لي المساحه. ده كده تعريف الضغط بصوره بسيطه. وده الأجهزة اللي بتقيس لي الضغط، هو جهاز إيه اللي بيقيس الضغط؟ جهاز المانومتر. أنواع الضغوط، في أنواع من الضغوط، الضغط المطلق وده مقدار الضغط لأي مائع من الصفر المطلق دون اعتبار للضغط الجوي. يبقى معنى كده إن إيه؟ إن أنواع الضغوط للسوائل، وده برضو جهاز بيقيس الضغط. الضغط النسبي أو المقاس هو عبارة عن إيه؟ هو مقدار الضغط اللي بيتقاس لأي مائع عموماً منسوب إلى الضغط الجوي. وضغط نسبي ده يعني إيه؟ يعني بيتناسب الضغط اللي إيه؟ اللي هو أنا عايزه. زي إيه كده؟ زي كده ده اسمه صمام تناسبي، بتتناسب فيه قيمة الضغط مع الإشارة الكهربية اللي داخلة. لو داخل لي في تشغيل الماكينة إشارة كهربية عالية هتزود لي الضغط، طب الإشارة قلت هيبدأ ينزل لي الضغط، عشان كده بقول ضغط تناسبي. الضغط الفارقي هو الفرق بين اي ضغطين مختلفين. زي ما انا قلت كده في بدايه الحلقه ان لو في ماكينه الهيدروليك عندي وحده القدره هتطلع لي 60 بار وانا عايز فوق 50، الفرق بين الضغطين دول اسمه الضغط الفارقي. وده جهاز بيقيس الضغط. التخلخل هو الضغط المقاس من الناحيه العكسيه للضغط الجوي ووحده قياسه الملي متر زئبق. يعني ايه تخلخل؟ الضغط ده بيتبني على حاجتين. اول حاجه اسمها التضاغط. التضاغط ده عباره عن ايه؟ الهواء اللي فيه اللي احنا عايشين فيه ده مملوء بمجموعه من الغازات. اول ما بيحصل تقارب لجزيئات الغازات دي بيحصل حاجه اسمها تضاغط. طيب التخلخل اول ما بيحدث تباعد للجزيئات اللي موجوده دي بتسمى التخلخل. يبقى التضاغط هو عبارة عن تقارب الجزيئات اللي موجودة أو جزيئات الوسط. التخلخل هو تباعد الجزيئات اللي موجودة داخل الوسط. ده كده بتعريف بسيط. ودي صورة كده للتخلخل إن هو بيبدأ. أهمية قياس الضغط، عشان أقيس الضغط يا سنة أولى لازم يكون عندي كفاءة في الأداء ولازم أكون عندي أدوات معينة علشان أقيس الضغط. وحدات قياس الضغط هي الإنجليزية زي الراتل، وحدات فرنسية زي الكيلو جرام، ووحدات عالمية زي البار أو البسكال. وهنا وحدات للضغط، ودي عن طريقها بقدر أقيس الضغط اللي موجود عندي. ودي برضو بعض الوحدات اللي موجودة عندي اللي أنا اتكلمت عنها كمان في بداية الحلقة، بس ترجعها معاكم تاني. دي آخر شريحة موجودة معانا اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الامتحان. الامتحان نتكلم مع بعض كده عن الامتحان سريعا. الامتحان او كيفية تقييم المادة، انا بقيمها ازاي؟ بيقيمني ازاي المدرس في الورشة او في التخصص بتاعي؟ اول حاجة باخد امتحان نظري بيكون عبارة عن مجموعة اسئلة، وبعد كده بنزل في المعمل القياس. المستر بيديني اداة القياس ويقول لي قيس بيها. كده احنا النهاردة جمعنا او لمينا مادة أجهزة القياس في الثلاث أبواب بتوعها، قياس الأبعاد، قياس درجات الحرارة، قياس الضغوط بصورة بسيطة وسهلة، وعرفنا إزاي بستخدم كل أداة، وإن شاء الله هناخدها بتفصيل أكتر من خلال العام الدراسي القادم إن شاء الله. وبكده نكون أو أكون كولي أمر قدرت أعرف بعض الحاجات اللي ابني أو بنتي هيدرسها أثناء العام الدراسي، وكطالب أنا خدت فكرة عن الأدوات اللي أنا هقوم بدراستها. وبكده تكون حلقتنا النهاردة انتهت، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جاية، وإلى اللقاء.